قبل ما نبدا المقطع يا حباب اتمنى من الكل يشترك بالقناه، باقي لنا بس 40,000 مشترك عم بدنا نوصل 500,000، فالكل يشترك بالقناه ويلا نبدا. خبر اول اللي عدنا عن يارمار وصول حسابها بالانستغرام ل 900,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك، اقبال مليون يا رب ما بقى شيء. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتباركوا بالكومنتات على هذا الانجاز. اضافه انه يارمار واخيرا كشفت من هم اليوتيوبر اللي راح تصور وياهم مقاطع، نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات تقول بها هي راح تلتقي ويا الاشخاص اللي راح تصور وياهم باليوتيوب. والستوريات الثانيه هذول الاشخاص كانوا هي حيا ومرام، هم يوتيوبرين تقريبا عندهم 4 مليون باليوتيوب، كانت راح تصير تصور وياهم مقاطع حطكم الستوريات تشوفوها. صباح الخير، كيفكم يا جماعه؟ حبيت اشكركم همي اليوم. انا متفقه مع المفاجاه اللي قلت لكم عليها، متفقه مع اليوتيوبرز اللي بدي اطلع معهم اليوم. اليوم بدنا نطلع، انا فكر حالي انا اللي حتاخر اليوم، وهن على اساس واعدين اني من الساعه 11:30 يكونوا قدام بيتي مشان نطلع سوا. لحد الان ما وصلوا، الساعه 12:45 دقيقه بعثوا لي انه هن هلا طالعين، بس هن لحد الان ما وصلوا. فكرت حالي انا اكثر وحده بتاخر بالعالم، طلع في مين بيتاخر اكثر مني. عكلن اول ما يوصلوا لعندي حتعرفوا مين هن. جماعه عليكم الجو مطر برا، مطر مع الجو بلش يصحى الحمد لله. ليكو طلعت الشمس، وصوت العصافير، والسماء بتزقزق، اوكي باي. فنيني ليكو ليكو خدود يا جماعة، هذا كله خدود. هاي هن نوصلوا رايح لعندهم، كونوا جاهزين. هلا هاي تمام. هاي شكرا، كيفكم؟ واخيرا وصلوا يا جماعة، صار لي ساعة عم بستناهم. يعني ابدا من الساعه 12 الساعه 11 هسه تجوا لعندنا، انتوا ملاحظين هالشيء؟ انا حبيت المكان اللي انت ساكنه فيه. هاي شو رايكم بالمكان الحلو اللي جبتكم عليه؟ والله انا اوكي نطير حساباتنا، بس المكان حلو يعني ما ننكر الحسابات شوي بتنشال علينا، مكان كثير والله للشباب. يا جماعه استنوا فيديوهات كثير حلوه عم نصورها، حماس يب حماس. بركوني صراحة وجهها يا مرام علي اليوم كان كثير حلو، وصلنا سعيد كمان فانا بطلع معاها وصلنا 4 مليون. يا جماعة عن جد وصلنا 900,000 على الانستغرام، صراحة كثير مبسوطة انه وصلنا هذا العدد الكبير. شكرا. والله عشان تستاهل ملايين كمان، مالي انا كثير صاروا رسميين ما بعرف ليش. الموضوع هيك جدية، ايه لازم يا حبايب. واخيرا يارا مار فتحت قناتها الجديده اللي كانت بعنوان يارا كوين، اللي هي يارا الملكه، ونزلت اول فيديو بلاي القناه، احطكم رابط القناه بالوصف، اتمنى من الكل يروح يشترك بها ويفجرها من قناه مملكه القصص، او نحاول نساعد يارا بعد ما تهكرت قناتها. بالاضافه شويه اشاعات طلعت انه هي اي مومار قاعد يلتقون ويا بعض بهذا الستوري اللي نزلته هي، وهي من الاشخاص لاحظوا انه اكو شخص هو كان يشبه ايمو بالشعر والملابس، كان يمشي وبنفس الستوري هي كانت تصور به، اتوقع انهم كانوا ملتقين ويا بعض. ما ادري صراحه، اكتبوا لنا بالكومنتات شنو رايكم بهذا الموضوع، هل تتوقع انهم قاعد يلتقون ويا بعض او لا، وهل تتوقع حيصورون يصورون ويا بعض او لا. ننتقل حاليا للقمر مال اللي نزلت على حسابها بالانستغرام، بدا شويه ستوريات تطبخ بيها، والستوري الثاني تعلم من خلال انه هي راح تفتح بث مباشر على حسابها بالانستغرام، واللي يمكن تشوف بيه هواي حقائق. بالاضافه انه يارمار بما انه وصل 900,000 متابع قالت راح تفتح بث، ويمكن حترد بيه على نورمار البث مالته، هل راح تطلع نورمار كذابه او لا. وهذا خلصنا اخبار فريق نورمار. بس والله حباب انها وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم تحطون لايك وتشتركوا بالقناه. بس كان معكم فيزي وقات ملك القصص، ومع السلامه.